بعد تأكيد المحكمة الإدارية عدم تلقيها أي عون، إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن اليوم النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية. القوات الحكومية الليبية تعلن إخماد الحرائق في 4 خزانات نفطية من جملة 7 اشتعلت فيها النيران في أكبر مرافق النفط الليبية. صائب عريقات يقدم مسودة مشروع قرار إعلان الدولة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة ويدعو إلى إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل خلال عام. نشرة الأخبار من الوطنية الأولى، أهلا بكم. تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية للاستحقاق الرئاسي ظهر اليوم، إعلان سيكون مقدمة لمسارات سياسية أخرى لعل أهمها تسليم السلطة للرئيس المنتخب. من المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ظهر اليوم بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة عن النتائج النهائية للدور الثاني للانتخابات الرئاسية، وذلك بعد أن أكدت المحكمة الإدارية أمس عدم تلقيها أي دعوة لاستئناف الحكم الصادر عن المحكمة فيما يتعلق بالطعون في نتائج الدور الثاني للانتخابات. هذا وستعقد يوم الأربعاء المقبل بمجلس نواب الشعب جلسة ممتازة يؤدي خلالها الرئيس المنتخب الباجي قايد السبسي اليمين الدستورية ليتسلم لاحقا السلطة في موكب رسمي بقصر قرطاج، وبذلك يبدأ رئيس الجمهورية المنتخب في ممارسة مهامه وقد مكنه الدستور من صلاحيات واسعة تتعلق بالسياسة الخارجية والدفاع والأمن القومي، حدث سيشكل حسب الكثيرين لحظة فارقة في تاريخ تونس التي بدأ في إرساء تقليد تسليم السلطة بشكل ديمقراطي. وبعد أن باح المسار الرئاسي أوكد بكل أسراره، تتجه الأنظار اليوم إلى المسار الحكومي الذي ما زال يلفه الغموض، حيث لم يتحدد بعد وبشكل نهائي من هم شركاء نداء تونس في الحكومة الجديدة ولا شكل الشراكة المحتملة. نفذت اليوم النقابات الأساسية للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد للمطالبة بهيكلة المؤسسة والتعبير عن رفضهم لمقتضيات المرسوم عدد 88 لسنة 11 و2000 المتعلق بتنظيم الجمعيات، والأمر عدد 5 و1 و8 و3 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات. لقي أمس 3 أشخاص حتفهم وجرح رضيع بعد أن صدمتهم شاحنة ثقيلة من القطر الليبي في طريق تونس على مستوى معتمدية ساقية الزيت عندما كانوا يمتطون دراجة نارية. وقد صرح معتمد ساقية الزيت أن الضحايا هم من عائلة واحدة، حيث توفي الأب والأم والابنة وعمرها 4 سنوات على عين المكان، في حين نجا الرضيع الذي نقل إلى المستشفى لإخضاعه للفحوصات لازمة. وأفاد مصدر أمني بالجهة أن الأمن تمكن من إيقاف سائق الشاحنة الذي لاذ بالفرار بعد الحادث مباشرة، والذي كان ناتجا عن الإفراط في السرعة من قبل سائق الشاحنة وعن عدم انتباه صاحب الدراجة النارية. أخبارنا العربية والدولية نبدأها من ليبيا، حيث أعلنت القوات الحكومية الليبية مساء أمس أنها تمكنت من إخماد الحرائق في 4 خزانات نفطية من جملة 7 خزانات في مرفأ السدرة بمنطقة الهلال النفطي، أكبر مرافق النفط الليبية التي اندلعت فيها النيران تباعا بعد استهداف أحدها خلال هجوم شنته ميليشيات فجر ليبيا الخميس الماضي على المنطقة. هذا الحريق الهائل الذي امتدت نيرانه بسرعة إلى الخزانات المجاورة دفع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا برئاسة رئيس الوزراء عبد الله الثني إلى طلب مساعدة خارجية للسيطرة عليها. أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات تقديم مسودة نهائية لمشروع قرار بشأن إعلان الدولة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة اليوم، يدعو إلى إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل خلال عام وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017. وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن المجموعة العربية ستجتمع اليوم في نيويورك وستقدم القرار بصيغته الأصلية إلى مجلس الأمن.
على أمل التصويت عليه غدا أو بعد غد. وفي جانب آخر من الملف، صدق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطة لتكثيف التواجد العسكري بشكل دائم في مدينة القدس المحتلة، تنص على تعزيز قوات الشرطة ب400 عنصر وتحديث الوسائل التكنولوجية التي بحوزتها. تتواصل عمليات البحث عن الطائرة الماليزية التي فقدت بالأمس، وقد رجحت السلطات الماليزية اليوم إمكانية أن تكون الطائرة موجودة في عمق بحر جاوا. أفاد رئيس وكالة البحث والإنقاذ بأندونيسيا اليوم أنه من المتوقع أن تكون طائرة الإيرباص الماليزية التي فقدت أمس في قاع البحر، وأكد المسؤول أن تنسيق الجهود البحث عن الطائرة المفقودة أدى إلى هذا الاستنتاج بعد أن كان يعتقد أنها تحطمت قبالة السواحل الماليزية. ودعا وزير الطيران الماليزي شركة طيران آسيا المالكة للطائرة إلى مراجعة إجراءاتها الخاصة بالسلامة، فيما قالت مديرية الطيران إنها تنتظر تحديد مكان حطام الطائرة لتشرع في التحقيق حول أسباب الكارثة الجوية. وقد قامت عديد الدول الآسيوية بإرسال سفن وطائرات لمساعدة ماليزيا في العثور على الطائرة المفقودة. الصين عبارتها الأخرى عن استعدادها للمشاركة في البحث والإنقاذ عبر سفن وطائرات خاصة، إضافة إلى تقديم مساعدات أخرى عاجلة، فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها مستعدة أيضا للمشاركة في البحث عن طائرة شركة طيران آسيا المنكوبة. وكانت طائرة الإيرباص A320 تنقل 160 راكبا من أندونيسيا نحو سنغافورة حين طلبت تغيير مسارها لتفادي عاصفة. تغيير مسار قبل بالرفض لاكتظاظ الخطوط الجوية. اختفت الطائرة بعد 5 دقائق من طلبه فوق بحر جاوا. وسط طقس شديد البرودة، تتواصل عملية إنقاذ الراكبين على متن العبارة الإيطالية التي اندلعت في جزء منها النيران قبالة السواحل اليونانية. هذا وما زال نحو 160 شخصا عالقا في العبارة ينتظرون عملية إجلائهم. تتواصل عملية إنقاذ بقية ركاب العبارة الإيطالية نورمان أتلانتيك قبالة السواحل اليونانية، حيث تم إجلاء 197 راكبا من أصل 300. وقد أعلنت وزارة الدفاع اليونانية فجر اليوم أن طائرة للجيش اليوناني من طراز 130 وصلت إلى إيطاليا لتعزيز عملية الإجلاء التي تقوم بها 6 مروحيات تابعة للبحرية الإيطالية، والتي لا تستطيع سوى نقل 6 إلى 7 أشخاص كحد أقصى في كل مرة. هذا وقد عثر عناصر منخفر السواحل الإيطاليين على راكب يوناني ميتا، بينما تمكنوا من إنقاذ زوجته. وكان المتحدث باسم شركة العبارات اليونانية قد أعلن ليلة أمس لوكالة الأنباء اليونانية أن الوضع على العبارة بات تحت السيطرة، وذلك بعد أن اندلع حريق في جزء منها صباحا، فأطلق طاقمها نداء استغاثة عندما أصبحت على بعد أكثر من 30 ميلا بحريا عن جزيرة أثنوي اليونانية الصغيرة التي تبعد أقل من 100 كيلومتر عن السواحل الإيطالية. هذا وكانت العبارة نورمان أتلانتيك أبحرت من مرفأ باتراس اليوناني متوجهة إلى مرفأ أنكونا الإيطالي، وكان على متنها أكثر من 400 راكب من جنسيات مختلفة. وفي أخبارنا السريعة من العالم، تقارب محتمل بين الكوريتان بعد جمود العلاقات بينهما. في كرواتيا الانتخابات الرئاسية لم تحسم بعد، ودور ثاني مرتقب الشهر المقبل، فيما تشيع طهران اليوم جثمان ضابط كبير لقي حتفه في العراق. اقترحت كوريا الجنوبية اليوم استئناف المحادثات المتوقفة مع جارتها الشمالية بغاية تجاوز عديد القضايا العالقة بين البلدين، من بينها جمع شتات العائلات التي فرقتها الحرب الكورية. وتأتي هذه المبادرة وسط توتر دبلوماسي متزايد في عقاب توجيه واشنطن حليفة سيول اتهام بيونغيانغ بهجوم إلكتروني على شركة سوني بيكتشرز، وهو اتهام نفته كوريا الشمالية.
وفي كرواتيا تبوح صناديق الاقتراع بأسرارها بعد أن أفصحت البيانات الرسمية للانتخابات الرئاسية التي جرت أمس إلى خوض الرئيس الكرواتي إيفو يوسيبوفيتش ومرشحة الاتحاد الديمقراطي المعارض كوليندا كيتاروفيتش إلى جولة ثانية من الانتخابات. فعقب فرز 92% من الأصوات حظي يوسيبوفيتش بأصوات أكثر من منافسته، الأمر الذي سيدفعهما إلى التنافس مجددا على منصب الرئاسة في العاشر من جانفي المقبل. وصل إلى طهران أمس جثمان ضابط كبير ينتمي للحرس الثوري الإيراني بعد أن لقي حذفه في العراق، حيث كان يشارك في مهمة استشارية لدى الجيش العراقي لمساعدته على محاربة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في مدينة سامراء. هذا وتتم مراسم دفن جثمان الضابط بالعاصمة طهران اليوم. بعد حرب أمريكية طويلة دامت 13 عاما انسحبت القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي من أفغانستان. في الأثناء سيبقى نحو 13 ألفا من القوات الأجنبية في البلاد لمدة عامين لمواصلة مهمة التحالف في تدريب قوات الأمن الأفغانية. أنهى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في أفغانستان رسميا مهمته القتالية بعد أكثر من 13 عاما من إطاحة تحالف دولي بحكومة طالبان لإيوائها مدبري هجمات 11 من سبتمبر 2001 على مدن أمريكية. وسيبقى نحو 13 ألفا من القوات الأجنبية غالبيتهم أمريكيون في البلاد ضمن بعثة جديدة لمدة عامين تواصل مهمة التحالف في تدريب قوات الأمن الأفغانية حسب مصادر أعلام. بداية مهمة حلف الأطلسي القتالية المعروفة اختصارا باسم إساف كانت في 11 من سبتمبر عام 2001. فبعد أحداث ذلك اليوم قررت الولايات المتحدة إرسال قوات إلى أفغانستان، وبعد إسقاط حكم طالبان المتحالفة مع زعيم القاعدة أسامة بن لادن اختفى قادة القاعدة واختفت معهم معسكرات التدريب في أفغانستان، وتم قتل أسامة بن لادن في ماي 2011 في باكستان. التدخل الأمريكي العسكري في أفغانستان وكما تم وصفه بأطول حرب في التاريخ الأمريكي لم يكن بالهين حسب محللين، فقد أسفر عن مقتل أكثر من 3400 جندي من قوات التحالف في أفغانستان بينهم 55 جنديا ألمانيا. حركة طالبان شنت هجمات مميتة بشكل متزايد خلال العام المنصرم، وقتل نحو 3200 مدني أفغاني في الصراع بين طالبان والجيش عام 2014، ولقي أكثر من 4600 من قوات الجيش والشرطة الأفغانية حتفهم في هجمات طالبان. في أخبار الثقافة وتحت الشعار بالكلمة نتحدى الإرهاب، تنتظم بولاية القصرين الدورة 11 للمهرجان الوطني للإبداع الأدبي والشبابي والذي يحتضنه المركب الشبابي بالولاية. فقرات متنوعة ضمن فعاليات هذه الدورة تتمثل في سهرات فنية تتخللها مسابقات في الشعر والقصة. بالكلمة نتحدى الإرهاب هو شعار المهرجان الوطني للإبداع الأدبي والشبابي الذي احتضنت القصرين دورته 11. مهرجان من خلاله يشارك عديد الشبان من مختلف ولايات الجمهورية في زوز أنواع زوز مسابقات، المسابقة الأولى هي في تتعلق بالشعر والمسابقة الثانية تتعلق بالقصة القصيرة. كانت مشاركة مفيدة برشا بيسكو تعرفنا على برشا عبيد برشا شعراء برشا كتب ما كناش نعرفهم. المهدية سيدي بوزيد المنستير بنعروس جندوبة وتوزر حل مبدعوها الشبان ضيوفا على القصرين، وكانت القصة والشعر زادهم. جيت باش نعطي كلمة ونوحدوا الشعب التونسي الكل ونقولوا انه القصرين مش بلاد الارهاب، القصرين هي بلاد الثقافات. نحاولوا في المهرجان هذا انه نكتشفوا مواهب جديدة. مدينة القصرين كانت سباقة في أنها تأسس المهرجان اللي هو يعني يبني لجيل جديد. شعراء وأدباء من مختلف ولايات الجمهورية اختاروا القصرين رغم بردها القارص وحساسيتها الأمنية ليلتقوا ويوحدوا صفوفهم ويتفقوا على مبدأ واحد بالثقافة نتحدى الإرهاب.
في أخبار الرياضة، تستكمل اليوم منافسات الجولة 15 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، عندما يستضيف نادي حمام الأنف مستقبل جابس انطلاقا من الساعة 2 بعد الزوال. ويحتل نادي حمام الأنف المركز 11 ب16 نقطة، فيما يحتل مستقبل جابس المركز قبل الأخير ب8 نقاط. ومن طرائف الأخبار، في حديقة حيوان بروكفيلد الأمريكية احتفلت قردة الليمور بوليمة فاخرة ومميزة، وقد أقام موظف رعاية الحيوان في الحديقة مأدبة عشاء للقردة المهددة بالانقراض، كما تم خلال المأدبة تقديم هدايا للحيوانات. والآن إلى العاصمة التشيكية براغ، وفي إطار تقليد سنوي، عدد من السباحين اختاروا في هذا الطقس البارد النزول إلى نهر فالديفا للسباحة وللتنافس على مسافات تتراوح بين 100 متر و 300 متر. ونبقى مع أجواء الطقس لنختم بهذا البلاغ الصادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي، ويذكر فيه بأن الطقس خلال هذا اليوم ويومي غد وبعد غد سيكون باردا على كامل البلاد، وأن الحرارة الصغرى تتراوح بين درجتين تحت الصفر وثلاث درجات بالمناطق الغربية، وبين 4 و8 درجات ببقية الجهات. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز عناوينها. بعد تأكيد المحكمة الإدارية عدم تلقيها أي طعون، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن اليوم النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية. القوات الحكومية الليبية تعلن إخماد الحرائق في 4 خزانات نفطية من جملة 7 اشتعلت فيها النيران في أكبر مرافق النفط الليبية. صائب عريقات يقدم مسودة مشروع قرار إعلان الدولة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، ويدعو إلى إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل خلال عام. ختام النشرة، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.